السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي في الرفقة الصالحة المصلحة لبلدتنا أغبالو، معكم متقي عبد الجليل مرشد فلاحي. في هذه الفقرة أقدم لكم نبذة عن أحد الأمراض الشائعة في القطيع بشكل عام، سواء الأبقار أو الأغنام. فهذا المرض هذا هو تعفن الأضلاف أو العظافر عند الحيوانات. هذا المرض هذا بما أنه يسبب خسائر كبيرة عند الكسابة، بحيث أن هذوك الحيوانات اللي هي تتكون مريضة، يعني تكون الإنتاج ديالها ضعيف جدا، ناتج عن فقدان الشهية، تدهور صحي عام، يعني هذاك الحيوان تكون عنده الصحة دياله متدهورة، فقدان الشهية، وبالتالي هذا يؤثر على الإنتاجية دياله، بحيث الحليب ما تيبقاش ينتج واحد الحليب كافي، او مثلا الا كان مثلا التسمين يعني تيولي ضعيف، واخا كتعطيه الماكله ما كتبانش فيه. اذا وكذلك نفقات بيطريه كبيره، وكذلك نفوق الحيوانات، وكذلك انخفاض قيمه الحيوان عند البيع. كل هذه خسائر كبيرة تكون عند الكساب من جراء هذا المرض هذا. إذن من هنا تأتي الأهمية ديال هذا المرض والتعريف بهذا المرض هذا. فباش غنعرفوا هذا الحيوان بأنه فعلا مريض قبل ما يوصل لديك الحالة ديال العرج اللي كيكون باين. فالحيوان اللي تيكون مثلا مريض اللي خصنا نشكو فيه أولا هو ذاك الحيوان اللي تيكون دائما يتخلف عن القطع، تيكون عنده واحد التقوس في الظهر، الحيوان تتكون واقفة وهو تيجلس، ما تيقدرش يوقف واحد المدة طويلة على رجليه، واخا باقي ما بينش العرج ديالو ولكن ما تيبقاش يقدر يوقف بحالو بحال الحيوانات الأخرى. إذن هو تيجلس، الحيوانات واقفين، الحيوانات تتزاحم على الأكل، وهو كيبقى دائما اللور ينزوي في ركن لوحده. اذا هذو كلها علامات كتبدل لنا بان داك الحيوان عنده شي مشكل في رجليه ولا شي حاجه، دونك خاصنا هاد الحاله هذه كتستدعي باش نقلبوا هذاك الحيوان. وهذه المساله لها اهميتها، لان هذا المرض هذا بمجرد ان واحد اللي كيتصاب في القطيع الا وينتشر داك المرض في القطيع بكامله، يعني غادي يقدر ينتشر داك المرض في القطيع بكامله ويولي عندنا خسائر كبيرة جدا. فالوقاية هي أفضل من العلاج، فالطريقة اللي كنقدموا لكم دابا في هذا الفيديو هذا، بحيث هذا التقني هذا كيحاول كيحفر هذاك الأظافر ديال هذاك الحيوان وكيقادها، فهي من أحد التقنيات اللي كتهنينا من هذا المرض هذا، بحيث اننا ملي كنشوفوا شي حيوان مريض ولا شي حاجه كنمشيو وكنشوفوا نقلبوا ليه رجليه، وكنحاولوا ما امكن الا كان داك الفرقش ديالو طويل كنقادوه ليه، وكنشوفوا الا كان فيه شي مرض، فيه شي سوسه، فيه شي تقيح، كاين شي رائحه كاينه بعض المرات كيبان لك حتى الدود كيخرج منه من هذاك الفرقش. اذا كنعتنيوا بهذاك الفرقش وكنقادوه وكنطيوه مزيان. هذه من احد التقنيات ديال الوقايه من المرض، وكنعالجوا هذاك الحيوان المريض، كنعالجوا ليه الفرقش ديالو باش ما ينشرش لنا هذيك العدوى داك الكوري في المرض. كذلك هناك تقنيات كثيره ديال اللي خاصنا نتعلموها، مثلا تغذيه الحيوانات عندها تاثير كبير على انتشار هذا المرض هذا، بحيث ان التغذيه الا كانت التغذيه غير متوازنه ناقصة من مجموعة ديال الأشياء، يعني مثلا فيتامينات، فوسفور، كالسيوم، يعني هذه التغذية هذه يعني غير متوازنة، وبالتالي تسبب لنا هشاشة ديال هذوك الأظافر. إذن غادي يولي ساهل باش يمرض هذاك الظفر أو هذيك الأظلاف ديال الحيوان. كذلك وجود رطوبة كبيرة في الكوري،
مثلا كنمشيو كتلقى البقر واقف على الكلاتي ديال الماء وديال البول حشاكم والاسبال الى غير ذلك، ما كايناش نظافه في داك الكوري. اذا البقر كيلوح كثير، الغيس كتلقى الغيس مثلا كتلقى في الكوري مغيس، والبقر غارق في داك الشيء ديال الوحل ديال بقايا فضلات الحيوانات والبول والماء الى غير ذلك والبرك المائيه. اذا ما كايناش وقايه وكاين تهويئه كذلك. اذا زياده في الرطوبه كتعطينا واحد التاثير على هذا المرض، ومن مسببات من اسباب انتشار هذا المرض هذا. والعلاج كيطلب اولا واحد المضادات حيويه، وبعض المرهمات اللي كنديروها موضعيه في المكان باش كنعالجوا هذاك المرض. وكنديروا واحد بشكل وقائي، كنديروا واحد الحفره في الباب ديال الكوري وكنديروا فيها الفورمول، وكنعمروها بالماء باش ملي كيدوز الحيوانات كيغطسوا رجليهم وكنقضيو على ذاك الميكروب. اذا اتمنى ان اكون قد افدتكم قدر الامكان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.